انا لسه مكمله الحقيقه المنبر بتاع ابننا مجدي ومشروعه وربنا يكرمه. مولانا بعد اذن حضرتك ابننا مجدي طلب ان حضرتك تدوق وتبارك الاكل، ممكن حضرتك تدوق كده معانا على الهوا كده؟ اه احنا احنا في بيتنا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. قول ايه رايح حضرتك بقى؟ بيتي الله. ولا ايه؟ الله لا بيتي بيتي. طب ادعي له بقى دعوه ربنا يكرمه. اسال الله ان يبارك يا رب وان يوسع عليه. بس ان شاء الله ليه وصيه مننا وطلب ان شاء الله نقوله في خلال الحلقه باذن الله. احنا طبعا مع الفقره اللي انا بتبارك بيها واللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليا بخير كتير وبحاجات فيها بشاره كتير من ساعه ما ابتديت اتكلم عن جمعيه نبض الحياه. احنا تعرفنا على جمعيه نبض الحياه في الحلقات اللي فاتت في اكتر من لقاء، بيعملوا خير وصلات ميه، اعمار واحياء، بناء مساجد، بيعملوا كفاله، بيعملوا مساعدات متعدده. النهارده لان هم دايما بيفاجئونا بانهم بيعملوا الجديد في الخير، فمعانا فكره مولانا هيكلمنا عنها لانها حاجة خير دلوقتي وانت عايش ولحد ما ربنا يعني يتوفاك هتبقى لسه بتعمل خير. ازاي يا مولانا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، زي ما حضرتك بتقولي كده، احنا في نبض الحياة دايما بندور على الحاجة الأفضل، بندور على الحاجة الجديدة. كتير قوي في الفترات اللي فاتت طلبنا من السادة المشاهدين ان هم يتصدقوا معانا لبناء مسجد، يتصدقوا معانا عشان ندخل وصله ميه لانسان فقير مش قادر يدخل، عشان نحفر بير سواء بير لتجميع الامطار او بير ارتوازي. كل ده دايما كنا بنطلب من الساده المشاهدين والمتبرعين واهل الخير ان هم دايما يقفوا جنب اخوانهم اللي مش قادرين يعملوا. فقعدنا نفكر، طب دلوقتي هو قادر يدفع، دفع في مسجد واتنين، عمل وصله واتنين، حفر بير واتنين، ما هو بعد كده ممكن الله اعلى واعلم الحال ممكن يتبدل، ما يقدرش يكمل، يقول يعني زي بيقولوا كده الدنيا تتغير، طب لا خليني انا اعمل شويه، انا عملت خير كتير قبل كده، لا عايز اغير. لا ده شيطانه بقى اللي يلعب في دماغه عشان يمنعنا. الشيطان يجي له من الناحيه دي. طب ايه العمل؟ العمل لما دورنا في سنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام ورجعنا للناس المختصه في مجالات مختلفه، عايزين نعمل مشروع يكون مستمر معانا ويدخل خير كتير، يكون عائد على الفقراء والايتام والمساكين. اسمه ايه المشروع؟ المشروع وقف النخيل. وقف النخيل. طيب المشروع اسمه وقف النخيل، هنتفرج على المشروع ونشوف هو ايه بالظبط ونرجع تاني مع حضراتكم. والايتام والمساكين بدعم حضراتكم لينا، كل نخله اتزرعت هنا في المزرعه صدقه جاريه للي زرعها واللي مكمل معانا في مشروعنا، مشروع وقف النخيل. احنا بدانا وكلكم تكملوا معانا. بستان الصدقه الجاريه بينادي الاهل الخير، شارك في الاجر بنخله وقفها لكل فقير. مشروع الوقف الخيري من عهد رسول الله، والاحسان نهر بيجري وبينفع خلق الله. بستان الصدقه الجاريه بينادي الاهل الخير. اللهم صل على النبي. مولانا انا عايز اسال بس حضرتك حاجه، معلش. اتفضلي. لفت نظري ان النخله المفروض يعني معلوماتي عالي، لكن نخله قريبه من الارض قوي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، يعني بلح كتير، ده يعني ازاي النخله كده طول الارض؟ طيب بدايه يعني زي ما كنت بقول لحضرتك قبل التقرير، احنا سالنا المختصين ايه افضل حاجه نعملها وتجيب دخل باستمرار، يغطي المساجد ويوصل ميه ويحفر ابار وينفق على ايتام وفقراء ومساكين. قالوا لنا افضل حاجه انكم تعملوا وقف للنخيل، مزرعه كبيره قوي مليانه او مزروعه بالنخيل. ليه النخيل؟ اولا النخيل كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحب النخيل. النبي صلى الله عليه وسلم فاكره لما الجزع النخله بكى، بكى عشان كان سيدنا النبي كان جزع نخله، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم. النخيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ازرعوا النخل ده حتى ولو قامت الساعه وفي يدي احدكم فسيله. لو انا قاعد كده ولقيت الساعه هتقوم يوم القيامه هيقوم وفي ايدي نخله ازرعها. طيب انا هسال حضرتك سؤال النقطه اتفضلي. معلش انا اسفه عشان بس عشان في دقيقه عايزين نشوفه.
يعني انا لما اشترك في صدقه ان انا عايزه نخله تطرح الطرح بتاعها ده. جميل. لما بيتباع وبيتعمل بيه اي خير انا باخد ثواب مدى طول ما النخله بتطرح. هو الطرح بتاع النخله مختلف. احنا بنظن ان النخله بتطلع تمر بس او بلح وفقط. لا حضرتك، النخله بتطلع التمر، النخله بتطلع الفسائل بتاعتها، يعني فسيله النخله الصغيره اللي بتطلع تحتها. كل سنه تطلع لنا فسيله، ناخد الفسيله دي نزرعها في مكان تاني تبقى نخله، تبقى نخله وتطلع لي بلح فتبقى بتاعتي، تبقى برضه على يعني صدقتها بتاعتي برضه في ميزان حسناتك. طب معلش عمالين يقولوا لي تقرير. طيب نطلع تقرير ونرجع تاني. والنخل باسقات لها طلع نضيد، باسقات يعني طوال، نضيد يعني الثمر بتاعها على بعضه زي ما انت شايف كده حضرتك الثمر بتاع النخل. احنا في نبض الحياة بدأنا نطور فكر العمل الخيري، بقيت بقى دلوقتي مش هطلع أقولك إحنا عايزين نعمل وصلات مية وبس، مش هطلع أقولك عايزين نحفر آبار مية، مش هطلع أقولك إحنا عايزين نبني مسجد، لا إحنا كمان مع الحاجات دي عايزين نبني البني آدم، الإنسان نفسه. طب أنا أبنيه إزاي؟ تعال بقى معايا وشوف الفكرة بتاعتنا في نبض الحياة. عايزين نعمل مشروع الوقف الخيري. يعني ايه مشروع الوقف الخيري؟ هو الوقف ده انا بمفهومي كده الوقف يعني مسجد انا ببنيه، لا ده انت ممكن تديني 5000 جنيه ازرع بيهم نخلة، النخلة دي ربنا يكرمني وتديني فلوس قد 5000 عشرات المرات. والله يعني اختيار النخيل كوقف خيري ده يعني ده شيء عظيم جدا. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعد سيدنا أبو الدحداح وقال له كم من عزق رداح لأبي الدحداح. نعم. لأنه تبرع حبيب. ما شاء الله مذاكر. فهو يعني كوقف هو من أعظم الأجور. على فكرة احنا في نبض الحياة هنديك حرية اختيار توجيه النفقات بتاعة الفلوس بتاعة الثمار بتاعة النخل ده. يعني ممكن تقولي انا زارع معاك 5 نخلات، النخلة مكتوب اسمك عليها، ال10 نخلات مكتوب اسمك عليهم، متاح لك يا متبرع انك تقولي انا الثمر بتاع النخل بتاعي اللي انا وقفته السنة دي وانت بعته انا عايز اصرفه في المستشفيات الخيرية، أنا عايز أصرفه في المية، أنا عايز أصرفه في المساجد، أنا عايز أصرفه على الأرامل والأيتام. خلي بالك إن إحنا المشروع بتاعنا من 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 البداية للنهاية كل العائد بتاعه ما شاء الله بينفق في المشاريع الخيرية. ما شاء الله. حتى الناس اللي يعني تقبلوني أحد أفراد الفريق. ده أنت على رأسنا. أعزك الله. سيدنا جابر ابن عبد الله بيقول ما بقي أحد من أصحاب رسول الله يقدر على الوقف إلا وقف. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما فيش حد من أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقدر يعمل وقف خيري إلا وعمل. مين فيكم عمل وقف خيري؟ إحنا في نبض الحياة بنقول لك اتفضل. مولانا دلوقتي لو أنا
عملت الوقف ده وباجي زي ما مولانا قال برضو ان كل سنه انا هقول لك وجه نتاج البلح بتاعي او بيعه للميه للمساجد، هل بعد ما توفاني الله ابني ممكن يجي يقول لك السنه دي وجه يعني الخير ده هيورثه ولادي من بعدي؟ الخير ده في ميزان حسنات حضرتك اولا وفي ميزان حسنات اولادك واهلك من بعدك، ما دام ان حضرتك مختارت ان هو يروح للفقراء او في المساجد في الميه في اي خير اي خير جاء اولاد حضرتك لا احنا عايزين نوجهه في الحاجه دي اكتر في المسجد مثلا حصلت مشكله مثلا اماكن ما فيهاش مساجد خلاها في مساجد اللي بعدها خلاها في وصلات ميه اللي بعدها خلاها ايتام يعني ولادي من بعدي يقدروا كمان يوجهوا للخير يقدروا يوجهوا واخد انا الثواب وانا ميته لا هو حضرتك اللي حضرتك بتشترطيه مستمر تمام. اولاد حضرتك حبوا ان هم يساعدوا ويقولوا كذا لا يساعدوا ويزودوا ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله يساعدوا ويزودوا الخير بحق جاه النبي. نشوف التقرير ده ونرجع تاني. دائما ندعو إلى الصدقة، دائما بنقول تعالوا للمسجد تعالوا للمية، دائما بنقول تعالوا للمقابر. النهاردة بنقول لكم تعالوا الخير يمتد إلى قيام الساعة. المجال دوت بدأ طبعا من آلاف السنين في الحضارات المختلفة وفي الديانات المختلفة في مصر وفي العالم، يعني كل ديانة فيها النخل مقدس، كل مكان كل حضارة كان فيها النخل بيلعب دور كبير جدا في الاقتصاد قبل ما تعرف كلمة الاقتصاد. لما حبينا نعمل مشروع نساعد بيه الناس اللي محتاجة وسألنا المختصين في كل مجال لقينا أفضل حاجة نعملها مشروع وقف النخيل. النخل عموماً بيعدي عمر الإنسان يعني 60-70 سنة، ومن هنا بتيجي القيمة الاقتصادية بتاعة النخيل. انت زرعت نخلة برحي، النخلة البرحي ديت ليها شقين من الأهمية، الشق الإنتاجي بتاع البلح والشق الاستثماري الأكبر اللي هو الفسائل. فعشر نخلات من دولت، عشر نخلات برحي يزرعوا لك فدان خلال 10 سنين. طيب علشان يبقى عندي وقف أو أعمل وقف يستمر إلى ما بعد مماتي، إلى إن شاء الله يعني لحد ما أجيال اللي بعد تيجي، مولانا أعمل إيه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منهم صدقة جارية. العلماء قالوا أن الصدقة الجارية هنا هي المقصود بها الوقف. أيوه. والوقف بخلاف الصدقة الجارية. الصدقة الجارية أنا باخدها وأحطها، إنما الوقف أنا بخلي الأصل عندي موجود واللي بيطلع منه ببيعه. النخلة حضرتك بتطلع من 250 ل 400 كيلو تمر في السنة. النخل أو التمر ده أو البلح ده متوسطه من 25 ل 30 جنيه. بالظبط. شوف حضرتك بتطلع قد إيه. ما شاء الله. طب لو إحنا بعنا ده يعمل كم وسط مية؟ يجيب كم ألف طوبة؟ يجيب كم أسمنت قد إيه؟ حديد قد إيه؟ لمسجد. ما شاء الله. يصرف على كم يتيم؟ على كم فقير؟ على كل ده. ممكن يتصدر. ده احنا بنتكلم على ان هو محلي. طب لو صدرناه باسعار مضاعفه عن كده بكتير قوي 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 يجيب رزق اكبر، فاقدر الخير يبقى اكتر اكتر واكتر واكتر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم النخل هيكون ظل لينا، يعني انا لما اعمل نخله ياكل منها طير او انسان او حيوان ليا بيها صدقه عند ربنا سبحانه وتعالى. اللهم صل على النبي. هعمل نخله هيستظل فيها طير او انسان او حيوان ربنا يظلني في ظل عرشه يوم ظله. رجل تصدق بيمينه فلا تعلم شماله ما انفقت يمينه. صح؟ صح. راجل عمل نخله، النخله دي مش هي النخله بس اللي حضرتك عملتها، النخله كل سنه بتطلع فسيله، الفسيله بناخدها نزرعها، بقت بعد 4 سنين نخله او 3 سنين نخله. طيب. وبتطلع بلح. يعني بالبلدي الصدقه مش صدقة مستمرة، دي صدقة متراكمة بتتضاعف، يعني النخلة بتولد لي نخل، يعني بعد 10 سنين هيبقى النخلة دي عملت لي
10 نخلات فانا هاخد ثوابهم. تخيلي حضرتك لو واحد تصدق او وقف 10 نخلات، ال10 نخلات في خلال 10 سنين يزرعوا فدان. فدان كامل. اللهم صل على النبي. تخيلي بقى شوفي الاجر العظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. الاجر الكبير ليكوا قد ايه؟ ولكل حد قائم على جمعيه نبض الحياه. جمعيه نبض الحياه فاتحه لنا، عماله تشاور لنا على سكك خير كتير، مساجد، وصلات ميه، كفاله ايتام، كفاله ارامل وسيدات بيعولوهم، كل الخير اللي انت متخيله. اخيرا وقف النخل. وقف النخل ده استثمار مع الله واستثمار متراكم. انا بشكر حضرتك يا مولانا. شكرا جزيلا. وربنا يوسبكم خير ويكرمكم، وربنا يفتح قلوبكم للخير، وتصدقوا علشان خاطر مصلحتكم انتم، مش عشان خاطر المحتاجين. والله لمصلحتنا والبركة ولادنا وبيتنا وعيالنا وصحتنا. بشكر حضرتك. ان شاء الله في حلقة جاية نقول مين المستفيد بالوقف، الانسان الفقير ولا الغني، مين المستفيد اكتر، نقولها ان شاء الله مع حضرتك. ان شاء الله يا مولانا. شرفت بحضرتك. اهلا وسهلا حضرتك. الفقرة دي خلصت بس لسه عندنا فقرة تانية، خليكم معانا.